صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أشاع أحد الدعاة عنكم أنكم ترون جواز التصوير بكاميرا الجوال، وأنه التقط لكم صورة بناء على إذنكم له بذلك، مما سبب تشويشا بين أوساط بعض الشباب، فهل ما ادعاه صحيح أم لا؟ هذا القول كذب عني، وكم كذبوا على غيري، هذا كذب. أنا ما أفتيت بجواز التصوير من الكاميرا من الجوال، أنا أقول الكاميرا حرام نقلها وبيعها وشراءها، سواء كانت في الجوال أو منفصلة أو أي نوع من الكاميرات اللي تصور بها، لا يجوز هذا، لأنها أداة تصوير مثل آلة اللهو، لا يجوز بيعها ولا شراؤها. نعم.